أكيد متابعين بآخر فقراتنا وصلنا لمساحة علم الفلك. أكيد زينب محطتنا الأخيرة مع أخبار الفلك والنجوم ومنعكساتها بالتغييرات المناخية على الأرض، وأيضا مساحة خاصة للحديث اليوم عن أسبوع الفضاء الدولي اللي بيصادف من 4 ل 11 تشرين الأول. نتحدث عنه بوقت سابق، لكن اليوم رح نتحدث عن المشاركة السورية وكثير من المواضيع رح نناقشها مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية السورية الفلكية. يسعد صباحا واهلا وسهلا فيك. نور، نقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب، وان شاء الله دائما تكون بخير. نور زينب، يسعد صباحكم، صباح الخير، صباح الورد، صباح اليوم الجميل. يعني الجو اليوم كثير كثير طقس مناسب وحلو وجميل جدا الحمد لله، يعني رغم انه نحن صرنا باواخر تشرين الاول صحيح. لكن لسه ما برد الجو، يعني صدقت تنبؤاتك، قلت لنا الصيف حيكون كثير طويل والشتاء الحمد لله، يعني نقول الحمد لله ما بدنا برد كثير. هذا الشيء كله واضح معنا أكيد. بسبب نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون والاحتباس الحراري العالمي اللي هلا صار زينب نور شغل الشاغل للعلماء اليوم. يعني مشكلة الاحتباس الحراري، مشكلة التغيرات المناخية، هل المشكلة هي اليوم هي هاجس العلماء، هاجس الدول؟ عشان هيك اليوم المؤتمرات عم تزداد حول إيجاد حل لهذا الموضوع، لازم يلتقى له حل بقى. طيب بالبداية خلينا نبدأ فورا ونحكي على المشاركة السورية بأسبوع الدولي للفضاء. تماما، هلا دائما كل سنه من 4 ل 10 تشرين الاول بمد لل 11، وهالسنه مدت ل 20 تشرين الاول، يعني من كم يوم خلصنا. بنظم الاتحاد الدولي للفلك بالتعاون مع الامم المتحده، بالتعاون مع منظمات الفضاء العالميه، شيء اسمه اسبوع دولي للفلك. بهذا الاسبوع على كل دوله عضو بالاتحاد الدولي للفلك ان تقوم بنشاطات محدده، مهمات محدده، بحيث انه نعرف الناس على اهميه الفضاء والفلك. هذا العام كان عنوانه المرأة في الفضاء، فكان الهدف من أسبوع الدولي للفلك هو تسليط الضوء على المرأة بشكل عام ودورها في الفضاء. بسوريا نحن كان مهمتنا أنه نسلط الضوء على إنجازات المرأة السورية، شو عملت بالفضاء والفلك، كيف عنا نساء مثقفات عالمات. كان في كثير بصراحة، كم هائل من النشاطات يلي نظمتها فلكيات سوريات بشكل رائع جدا ومميز جدا. وفعلا يعني لما طلعنا نحن وعرضنا نشاطاتنا وعرضنا المخطط اللي كنا عاملينه، لا استحسان عالمي كثير كبير. طبعا بنهاية هذا الشهر مع بداية تشرين الثاني يعلن النتائج، لأنه هي المسابقة لا تنتهي، أو هذا الاحتفالية العالمية للفلك لا تنتهي إلا بإعلان على الصعيد العالمي مين هي الدول الأكثر تميزا هذا العام عام 2021. نعم. هو حفل ختام عام 2021، يعني الأسبوع الدولي للفلك يأتي ختاما تتويجا لنشاطات عام 2021. من بداية عام 2021 كان تسليط الضوء على المرأة السورية وإنجازاتها، ولهذا كان عندنا مشاركات من فلكيات سوريات، أبحاث علمية، محاضرات، نشاطات كلها أدارتها فلكيات سوريات، وفعلا كان في شيء مميز سوري أثبتنا للعالم أنه بالعام اللي كان في الغرب ممنوع المرأة تدخل الجامعة كان هناك طبيبات سوريات، كان هناك باحثات سوريات، وزراء وزيرة سورية. فهذا الشيء استندنا عليه تاريخيا وطورناه حديثا لنقول حتى اليوم في أبحاث قامت فيه فلكيات سوريات. فعلا اليوم كان في كتير نشاطات مهمة للجمعية الفلكية السورية، منها كان خلال الأسبوع الدولي للفلك إطلاق مستشعرات إلى الفضاء لقياس نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بسوريا والاحتباس الجوي بسوريا، منها كان اكتشاف كوكب شبيه بالأرض أو المساهمة في اكتشاف كوكب شبيه بالأرض، منها كان تسمية إعادة إحياء موضوع الكواكب بأسماء عربية، اقتراح أسماء جديدة بعد كوكب تدمر ونجم إبلة وكوكب أوغاريت وكويكب الطنطاوي. اليوم كمان عم نسعى لحتى يكون في عنا كم أكثر، لأنه هي النجوم وهي الكواكب تحديدا النجوم سموها أجدادنا العلماء العرب والمسلمين. اليوم نحن عم نحاول الكواكب الحديثة المكتشفة أن نسميها بأسماء عربية لمناطق سورية شعت حضارة على العالم. فنحن عم نحاول نمشي بهذا الخط، تدمر، إبلة، أوغاريت، والآن نسعى لباقي المناطق السياحية في سوريا. إذن هذا ملخص عن مشاركتنا بالأسبوع الدولي للفلك يلي توجد بمؤتمر ضخم جدا. طبعا كان في مهمات، مثلا مهمات إلى المريخ، مهمات إلى الشمس، كان في قمر صناعي إلى الشمس يدور حول الشمس، كان في مهمات الأكبر اللي هي دراسة الغلاف الجوي. كل هالمهمات كنا على اطلاع فيها كأعضاء بالاتحاد الدولي للفلك. سوريا اليوم بعلوم الفضاء والفلك تركت بصمة صراحة وبكل صدق وأمانة، تركت بصمة على الصعيد العالمي. يمكن
هذا اللي بدي اسالك عنه. خلينا نحكي تركت بصمة على الصعيد العالمي لما نقول أهمية المشاركة السورية اليوم، ودائما مع الجمعية الفلكية السورية في شيء جديد لما نقول نحن فينا في حالة حرب وظروف قاسية عم نحكي والعالم منغلق كورونا، كان في نشاطات وفعاليات للجمعية ومشاركة على مستوى العالم. هذا بدي أسأل عنه، لما تقول في بصمة فعلا على الصعيد العالمي لسوريا، كيف كانت هي المشاركة، أهميتها، ردود الأفعال لما نقول، لأنه أحيانا بتقول إنه هي مشاركة سورية بيوقف عندك وقت بيقول لك إنه فعليا في مشاركة ولا لا، بتلاقي هي النظرات وردود الأفعال المختلفة. بالضبط نور، هي الفكرة. يمكن المشاهد الكريم أو أهلنا ببلدنا يمكن ما للأسف المشاركات الخارجية ما عم نقدر نحن كجمعية نعطيها الدور الإعلامي الواضح، فعم تكون خلينا نقول بالظلال. المشاركة السورية هالسنة كانت كتير كتير ذكية ومميزة. كانت رسالتنا كالتالي، أنه العالم اليوم عم يتجه لإطلاق عدد كبير من الأقمار الصناعية، فكانت الرسالة السورية أنه ليش ما يصير في طرحنا رسالة التعاون، التعاون في مستوى الفضاء، أنه اليوم عندنا أكثر من 8650 قمر صناعي عامل أو واقف على العمل في فضاء. طيب هذا الكم من الفضاء في العوام القادمة لن يسمح للدول الأخرى بإطلاق أقمار صناعية بسبب الازدحام بالأقمار الصناعية في الفضاء. فرسالتنا كانت بصمتنا، بصمة سورية، هي دعوة للتعاون، دعوة أن نوحد الأقمار الصناعية لأجزاء، بدل ما يكون عندنا 8000 قمر صناعي ممكن نساويه 200 قمر صناعي يغطي العالم بكل بساطة. وكانت رسالتنا الثانية والمهمة جدا هو موضوع الاحتباس الحراري، موضوع كيفية معالجته. كان عندنا طروحات وأفكار لمعالجة الاحتباس الحراري، منا مراقبة الدول الأكثر ضخا لغاز ثاني أكسيد الكربون، وتحديدا خلينا نقول إذا ترتبناه الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، الصين، هالدول اللي عم تضخ، محاولة مراقبة هذا الكميات الكبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، الاستفادة، فرض عقوبات عليهم، الاستفادة مالية من هذه العقوبات بتطوير تكنولوجيا للحد من غاز ثاني أكسيد الكربون. نحن حاولنا أنه نأكد على أهمية معاهدة باريس للمناخ. النقطة الثالثة واللي فعلا كانت مميزة جدا، الرسالة اللي طرحناها أنه منع شيء اسمه عقوبات، حتى العقوبات العلمية. نحن سوريا كانت مفروض من أكثر من 5 سنين يكون عندنا مرصد فلكي سوري، العقوبات شملت المرصد الفلكي السوري، فنحن أخذنا هذا الملف هذا العام وطرحناه بالمؤتمر الماضي أنه نحن تأخرنا ببناء المرصد الفلكي السوري، وفعليا بنيناه وفق شروط غير نظامية 100%، يعني ما له هو بروفيشن، ما له هو اختصاص مرصد مثل مرصد عالمي. بالفعل على هيدا الشيء يعني كثير عم ينبهروا بصراحه. يعني ما بخفيكم سر، لما عم يشوفوا كم من النشاطات والافكار عم يتفاجئوا يسالونا انتم عايشين بحرب؟ يعني فعلا ما زلنا نحن كفكر، كالفكر السوري الذكي جدا، الحضارات اللي نبعت من بلدنا، فعلا هذا يؤكد انه البيئه، الانسان ابن بيئته، والبيئه ما زالت لها دور واضح في الفكر السوري والمخططات، خلينا نسميها الخطه السوريه، خطه العمل السوريه. بالفعل كانت مميزه، في إقبال، في تعاون. اليوم مثل ما عم يصير، حتى خلينا نقول صراحة، على الوضع السياسي من تقارب لسوريا، حتى على المستوى العلمي لمسنا تقارب. يعني كتير ناس والله العظيم يجوا لعنا يقولوا لنا نحن منزور سوريا، أنتوا عندكم هيك مرصد؟ أنتوا عندكم هيك فعالية؟ هيك محاضرات؟ معقولة بسوريا يحضر نشاط محاضرات 100-200 شخص؟ نحن مذهولين، بدنا نجي على سوريا ونحن نوجه الدعوات وما عندنا أي مشكلة. فعلا لاحظنا يعني ذهول، سعادة، حب لزيارة سوريا، رغبة. لما يعملوا نشاط بأي دولة نور زينب بيحضر العشرات، 20 شخص، 30 شخص. نحن لما نعمل أي نشاط بسوريا، الشعب السوري بطبيعته محب للعلم، محب للبحث، فبتلاقي النشاط، بتلاقوا النشاط مئات الناس، فهي الميزة السورية، حبه للعلم. هي كانت خلينا نسميها نقطة القوة للجمعية الفلكية السورية اللي دائما عم نبني عليها، أننا مدعومين من الشعب السوري، أن النشاطات الفلكية السورية ليست نشاطات بعيدة عن المجتمع، ليست نشاطات الناس ما بتفهمها، شو هذا، شو عم يساووا هدول، لا، نشاطات تلامس الشعب السوري، تحدث بالتشاركية مع الشعب السوري، مع كل أفراد المجتمع، أطفال ونساء وكبار بالسن وشباب، يديرها شباب. وبالتالي كانت هي الميزة بسوريا. نعم اليوم شعرنا بالتقارب معنا، شعرنا أنه الناس بتحبنا،
بمعزل عن الاتجاهات السياسية كناس كعلماء سوريا لهم عندها مكان كثير كبير. كان صار هي المؤتمرات عم تظهر العقل السوري بشكل تماما. أكبر ليمثل بلده والفكر المنفتح اللي عنا إياه، وخاصة مثل ما قلنا أنه سوريا بتتميز بمناخ جميل ومناسب لكل الظواهر الفلكية أغلبها عم نشهدها، يمكن عاد حب الشباب أنه يطلع يتثقف شو عم بيصير برا. ظواهر فلكية جديدة مقبلين على هالشي نحن تمام نعرف عنها شيء ظواهر. بس لأختم سؤالك أول زينب، كان نحن كنا سابقا ممنوعين نشارك بهيك مؤتمرات، اليوم لما شاركنا فعلا مثل ما تفضلتي كانت البصمة فرصة. مثل ما تفضلتي ظواهر فلكية دائما بعلوم الفضاء والفلك في ظواهر فلكية جميلة جدا. خليني بلش باليوم، اليوم شوفي اليوم تماما، اليوم إذا طلعنا على البرندات طلعنا على السماء اليوم بنلاحظ باتجاه الغرب والشرق جهتين. بالشرق رح نلاحظ شيء مضيء جدا هو كوكب المشتري ومعه كوكب زحل، لكن إذا اتجهنا باتجاه المقابل تماما باتجاه الغرب حنلاحظ جرم مضيء جدا اعتبارا من اليوم لمدة 3 أيام، هو كوكب الزهرة في اقترانه الأقرب إلى الأرض، وبالتالي حنشوفه لامع جدا واضح جدا منير جدا مضيء جدا. نطلع أولادنا نقول لهم هذا اللامع جدا هي مثل اللمبة بتصير زهرة كوكب الحب، يلا نحن بحاجة حمالة. هذا الكوكب هو عبارة عن كوكب الزهرة وهذا المشتري وزحل. إذا قدرنا نفيق بكير، طبعا هلأ كثير ناس بتفيق بكير مشان المدارس وكذا، إذا فقنا الساعة 5 ولو أبكر شوي حنلاحظ هو نادرا يرى بالعين المجردة، لكن هاليومين من هون ل 25 ل 25 الثاني حيشاهد كوكب عطارد، من الحالات النادرة يشاهد كوكب عطارد قبل شروق الشمس. كمان عندنا ظاهرة فلكية ثانية 25 26 27 28 تشرين الأول، هي مرور الأرض ببقايا مذنب هالي. مذنب هالي هذا المذنب الجميل جدا لما زار الأرض عام 1986 ترك بقايا، ترك جزيئات غبارية، كل عام بتمر الأرض بهذه البقايا فبتذكرنا هالبقايا بمرور المذنب. هذا المرور الاحتكاك ما بين الغلاف الجوي والبقايا المذنب تولد شهب في السماء، لكن عددها هذا العام متوسط، ممكن نشاهدها الجو هاليومين كثير مناسب انه نشاهدها، والشهب بهذا الفصل اجمل من كل الفصول لانه السماء بتكون اصفر. فمن الساعه 12 ليلا للساعه 4 فجرا نحن موعودين مع هذه الشهب، عددها متوقع ما بين 20 الى 25 شهاب في الساعه. نحتاج الى مكان بعيد عن اضاءه المدينه، بعيد عن اضواء السيارات، نطلع مثلا على مكان مرتفع شوي اسطيح بيوتنا ونعود عيوننا على الظلام لحتى نشوفهم، يعني ما فيني انا اطلع فورا واطلع هيك وحاول اشوفهم، بدنا نتعود عيوننا، بدنا 10 دقائق العين تاخذ الظلام المحيط فينا، وبعد منها ممكن نشوف هالشهب الجميله جدا اسمها الجباريات نسبه الى كوكبه الجبار يلي هو معروف شعبيا باسم الجوزاء لكن اسمه الحقيقي جبار. تصدر منهم الشهب باتجاه الشمالي للشمال الشرقي، منظر كتير جميل. كمان كان عندنا قمر الحصاد او قمر يلي الحصد كما يسمى بالاساطير انه بيقوموا فيه المزارعين ببدء بحصد محاصيلهم الزراعيه. ايضا ما زلنا يعني باحداث فلكيه وظواهر فلكيه، اكتشاف او تصوير اول كوكب خارج مجموعتنا الشمسيه، وهذا الخبر هو من اهم اخبار الفلك يلي فعلا شكل نقله نوعيه. قدروا العلماء اليوم يتصوروا كوكب خارج مجموعتنا الشمسية بشكل كتير جميل. هذا الكوكب أول مرة نحن بنعرف أنه يؤكد لدينا أنه الكواكب خارج المجموعة الشمسية قد تكون صخرية وقد تكون صالحة للحياة. يعني اليوم السؤال هل يا ترى هناك حياة أخرى في الكون؟ كل ما نعم نحاول نقترب من الإجابة عن هذا السؤال يلي فعلا اليوم مع تصوير هذه الكوكب بشعرنا أنه نحن عم نتسارع باتجاه تطوير علمي. يعني أي مختصر ظواهر فلكية، نحن عندنا أهم ظاهرة فلكية هي 17-18 تشرين الثاني، هي كمان عندنا هطل شهابي لكن حيكون هو الأجمل لأنه في غزارة أكبر، في احتكاك أكبر، في السماء إن شاء الله بنتمنى أن تكون صافية بهذاك اليوم، لأنه عدد الشهب المتوقع بهذاك اليوم ما بين 40-60 شهاب، يعني ضعف شهب جباريات. هي حكينا بس ل 17 20 ثاني، اما لبعد في عنا دائما بعام 2022 ظواهر كثير نتركها لاحقا. حننهي العام طبعا ما عنا لا خسوف ولا كسوف، العام ما شاهدنا لا خسوف ولا كسوف. تميز هذا العام فعليا بالقمر العملاق، وخاصه من كم يوم اذا انتبهتوا للقمر كان كثير مضوي وحلو. صحيح. قمر الحصاد او قمر الحصد يعني بمصطلحين مختلفين، جميل جدا كان اذا انتبهتوا، كان اخذ على حمار او كان يعني لون طاغي عليه اللون الاحمر بسبب أنه نحن بدأنا بفصل الخريف، والخريف حتى القمر
بياخذ هذا اللون الجميل. نعم. وطبعا ذكرنا بالخريف، تذكرتوني، لا ننسى موضوع الساعه يوم مساء الخميس فجر الجمعه، هي نقطه كثير مهمه. اكيد بدنا نتشكرك الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه على وجودك معنا، ودائما في جديد بعالم الفلك والفضاء معك. شكرا كثير لك. شكرا لك نور، شكرا لك زينب. هي دعوه انه اليوم نكسب المشتري وزحل، دائما دعوه لكم انه تزوروا المصدر الفلكي السوري. شكرا لك، صباحكم. شكرا لوجودك معنا، شكرا، ونهارك سعيد. نهارك سعيد زينب. لهون زينب بتكون مع عالم الفلك، إن شاء الله يحمل أخبار الفلك دائما، والتوقعات فلك الخير والمحبة وراحة البال لكل